Bonjour. Toujours dans le cadre de notre analyse d'Antigone de Jean Anouilh, nous allons enchaîner aujourd'hui avec la scène numéro 5, qui est la deuxième scène entre Antigone et sa nourrice. Alors, là, بلي أنتيغون ولا نوريس عندهم جوج مشاهد. هذا المشهد الثاني. في المشهد الأول شنو شفنا؟ ولا شنو هو المشهد اللي كان جمع المرة الأولى ما بين أنتيغون ولا نوريس؟ هو المشهد الثاني، لا سين نيميرو 2. عقلوا لا سين نيميرو 1 سيتي لو برولوغ. لا سين نيميرو 2 أنتيغون ولا نوريس رقم واحد، ستادير أول مشهد ما بين أنتيغون والمربية ديالها. دونك شنو وقع في هذاك المشهد رقم جوج؟ شفنا بلي أنتيغون جات داخلة من الزنقة، هزة صباطها في يديها وعلى طرف صبعها، وشفنا بلي حصلتها المربية ديالها غوتات عليها وحاولت باش تعرف منها السبب اللي خلاها تخرج بالليل. بصح أنتيغون واش عطاتها السبب؟ نو. دونك أنتيغون أغاردي جوسكو بو، احتفظت حتى الاخر بالسبب اللي خلاها تخرج بالليل. Toujours avant de commencer la lecture et l'analyse de la scène, objet de la vidéo, on fait la situation du passage. Donc, دايمًا قبل ما نبداو نقراو ونحلو المشهد اللي عندنا كنقولوا شنو وقع قبل، كنديروا لا سيتواسيون دو باساج. ها كيفاش لا سيتواسيون دو باساج؟ سيتادير ببساطه كنقولوا شنو وقع قبل هذا المشهد ولا هذا المقطع. الوغ شنو وقع في المشهد السابق وكيلي لا سين بريسيدونت؟ شكون كان عندنا في لا سين اللي سبقات؟ في لا سين اللي سبقات اللي هي لا سين نيميرو 4، لا سين 4، شكون كان عندنا؟ كان عندنا أنتيغون و إسمان. المشهد رقم 4 هو المشهد ما بين أنتيغون و إسمان. ألوغ كيسكي كي سي باسي دون سيت سين؟ شنو وقع في هاد لا سين؟ هاد الشيء خصكم تحفظوه للوليدات اللي غادي يدوزو، اللي غادي اللي اختاروا في الامتحان يدوزو في أنتيغون. دونك هاد لي سيتواسيون دو باساج، الوليدات اللي ضعاف شويه وكيعرفوا كيحسوا براسهم ما يقدوش يعبروا بالفرنسي، خصهم يحفظوا هاد لي سين، خصهم يحفظوا لا سيتواسيون دو باساج. الوغ دون لا سين بريسيدونت، سيتادير في المشهد السابق، دون لا سين بريسيدونت اسمان ا تو في بور كونفانكر انتيغون دو نو با انتيري لور فرير. اسمان دارت كاع اللي في جهدها باش تقنع كونفانكر، تقنع انتيغون de ne pas enterrer leur frère باش ما تدفنش خوها. بصح واش قدرات تقنعها؟ نو. مي انتيغون اي تيتو، بصح انتيغون راسها قاصح، تيتو عنيدة على تيت دور، راسها قاصح. نعاود دون لا سين بريسيدونت اسمان ا تو في بور كونفانكر انتيغون دو نو با انتيري لور فرير مي انتيغون اي تيتو عنيدة، تيتو عقلو، تيتو. لا نوريس انتر، دونك دخلات لا نوريس، خرجات شفنا اسمان قبيلة، دابا لا نوريس دخلات. تيان تو فوالا ان بون كافي اي دي تارتين مون بيجون. الوغ شنو جابت لا نوريس لانتيغون؟ جابت لها دو كافي القهوة وخبيز دي تارتين. Alors, je finis la scène numéro 3. La scène Lides, il y a la scène numéro 4. Quand tu m'as bien Antigone ou Ismène. La scène Lekbel Mena, il y a la scène numéro 3. M'as bien Antigone, la nourrice ou Ismène. Antigone, Morbia ou Ismène. Donc, fad la scène numéro 3. Bach tu pras Antigone, bouhida m'achta Ismène, chnoudert. Tlbat m'l Morbia, bach tsa oubla l'kawa. Donc, le Morbia kharjet. باش بقات أنتيغون و إسمان في المشهد الرابع بجوجهم. تيان تو فوالا ان بون كافي اي دي تارتين مون بيجون، قالت لها هاكي قهيوة زوينة وخبيز الحمامة ديالي، مون بيجون الحمامة ديالي.
Alors, واش أنتيغون حمامة؟ نو، أنتيغون ني با أن بيجون. دونك علاش هنا عندنا مون بيجون؟ شنو دارت لا نوغيس؟ شنو دارت المربية؟ لا نوغيس هي المربية، شنو دارت؟ قارنتها بواحد الحمامة بدون ما تستعمل أداة التشبيه، إلا كومباغي أن بيجون سون زوتيليزي أن أوتي دو كومباريزون. دونك هاد لا فيغور دو ستيل، c'est-à-dire la comparaison sans outil de comparaison, smita la métaphore. Antigone, je n'ai pas très faim, nourrice. Antigone, qu'est-ce que ma fille a joué? Alors, علاش Antigone ma fille a joué? علاش à votre avis? Antigone, mchat dfnat khouha. Wa'sat l'amr dial malik. Elle a désobéi au roi. Elle a enterré son frère. Et elle a bravé la loi de Créon, le qarar d'El Malik, la décision de Créon, les Houel Malik. Donc, شنو غادي يوقع لأي واحد يتحدى الملك؟ شنو غادي يوقع له؟ Il va être condamné à mort. غادي تحكم عليه بالإعدام. Donc, هنا Antigone, elle sait parfaitement ce qui va lui arriver. عارفه اش غادي يوقع ليها. Donc, elle a peur. خايفه. Ou had le khouf dialha, c'est sa peur, ou cette peur lui fait perdre l'envie de manger. Had le khouf dialha, qui fqadha le raghba fil akl. Donc, mchat la chahiya, علاش? Hit khayfa, ra afa rasa adi tmout ou khayfa. Antigone n'a pas d'appétit, pourquoi? Parce qu'elle est consciente de sa mort, de la menace qui pèse sur elle, ou consciente de sa mort prochaine. On va dire consciente de sa mort prochaine. Mudrika. Mudrika, le mot dialha. Le mokbil ou le karib. Antigone a très peur. Si peur qu'elle perd l'envie de manger. Khaifa, le darajat ennaha, faqadat rghba fitanaoul ta'am. La nourrice. Je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Hadley, je te les ai grillés moi-même. C'est-à-dire, hammartom lek, ou hammastom lek, biddi, moi-même, ana, biddi. Donc, les huma les tartines. Je te les ai grillés moi-même et beurrés. Beurrés, yedert lek fihom zbda. Comme tu les aimes, bhal katbri. Donc, ana, comme tu les aimes, comparaison. Alors, ana, شنو كيبان لنا؟ كيبان لنا بلي لا نوريس كتعرف مزيان أنتيغون باش مشات حمرت لها داك الخبيز ودارت لها فيه الزبده معنيتها راه كتعرفها كتبغيه داكور دونك ici on voit que la nourrice a une parfaite connaissance des goûts gastronomiques d'Antigone c'est-à-dire المربيه لديها معرفه كامله بأذواق أنتيغون في الاكل les goûts gastronomiques الأذواق في الاكل Antigone, tu es gentil, Nono. Je vais seulement boire un peu. Là, tu es gentil, Nono. Nono, c'est un surnom affectueux. Vlas madgoul la nourrice. Kat fisha ou la blotf. Kat ayit la Nono. Je vais seulement boire un peu. C'est-à-dire, à dire, je suis. La nourrice, où as-tu mal? Donc, puisque Antigone m'a brachta koul. شنو جاب لها بالها المربيه ديالها شنو سحب لها سحب لها راها مريضه داكشي علاش قالت لها او تو مال دونك بوركوا لا نوريس ا دوموندي ا انتيغون او ايل افي مال بوركوا علاش قالت لها شنو كيضرك ولا اين موضع الالم علاش باسكو كرو كيلي مالاد حيت جاب لها بالها راها مريضه انتيغون نول بار نونو حتى بلاصه Mais fais-moi tout de même bien chaud comme lorsque j'étais malade. Gat la, wakha hakak sakhlini mzyan, bhal fash kont mrida. Donc, hna comme comparaison. Nounou plus forte que la fièvre. Nounou aqwa min al-humma. Plus forte que la fièvre. Qouya ala sakhana. Nounou plus forte que le cauchemar. Qouya ala al-kabous. Le cauchemar. Ou la al-hulm al-muz'ij. Plus forte que l'ombre de l'armoire. À quoi? Min dil diel l'chizana. Li katbqa tsetanammer, tsetdhak.
et se transforme d'heure en heure sur le mur. Ou كتحول كل ساعة في الحيط فوق الحيط. شفنا في الليل ملي كنكونوا ناعسين داك الخيال ديال الخزانة كيبان لكم في الحيط، كل مرة كي كياخد الشكل اللي كياخده، ها مرة الشكل ديال بنادم، مرة هو غير الخوف ديالنا اللي كيبين لنا هذاك الشكل كيتحول. دونك هنا سي بار بور، سي جوست لا بور دانتيغون كي لوي في فواغ لومبر دو لارموار سو موي ولا سو ترانسفورمي سور لو مور. بلو فورت كو لي ميل انسيكت دو سيلونس، اقوى من الالاف ديال الحشرات اللي كتكون في السكات، ستادير في الليل، كي رونج كيلكو شوز كيلكو بار، اللي كتاكل شي حاجه شي بلاصه في الليل. بلو فورت كو لا نوي، بلو فورت كو لا نوي ال ميم افيك سون اولولمون دو فور، اقوى من الليل بداك الغوات ديالو ولا الصوت ديالها ديال المجنونه ديال الحمقى ديال الهبيله. نونو بلو فورت كو لا مور، نونو اقوى من الموت. دونك شوفوا هنا نونو نونو، هنا في هاد لي دو فراز نونو نونو سيت اون انافور ريبيتيسيون دو دو مو او ديبي دو دو فراز. دونك نونو و نونو هادي انافور. شنو هي الانافور؟ هي فاش كنعاودو جوج كلمات في الاول ديال جوج جمال ولا ثلاثة ديال الجمال اتسيتيرا. Nous avons plusieurs comparaisons. عندنا بزاف ديال المقارنات. Plus que فيما تشوفوا plus que راه عندكم comparaison. فيما تشوفوا كوم راه comparaison. ولكن ماشي دائما، ماشي مرات كوم فاش كتكون في الاول ما كتكونش نيكسبريم با كو لا comparaison. شنو عندنا مازال في لي فيغور دو ستيل في هاد لا بارتي؟ عندنا لومبر دو لارموار كي ريكان، الظل ديال الخزانه اللي كيتنمر كيضحك كيستهزاء، هي ريكاني. واش الظل ديال الخزانه يمكن له يستهزاء؟ لا. دونك بيرسونيفيكاسيون تشخيص. شنو عندنا مازال؟ بلو فورت كو لا نوي ال ميم افيك سون اولولمون دو فول. واش لا نوي الصوت، لا نوي عندها الصوت بحال الحمقى؟ لا. ولا اللي كتغوت بحال الحمقى؟ نو. دونك هنا شنو عندنا؟ سي بلوتو اون ميتافور، كنقارنو لو كري، سي بلوتو باردون اون بيرسونيفيكاسيون داكور، كنقارنو الخيال ديال الخزانه بشي حد كيغوت بحال الحمق. دونك الخيال ديال الخزانه اصلا ما كيغوتش، بيرسونيفيكاسيون. نونو بلو فورت كو لا مور، نونو اقوى من الموت. كومباريزون. دون موا تا مان كوم لورسكو تو ريستي ا كوتي دو مون لي. قالت لها عطيني يدك بحال فاش كنتي كتبقاي قدام الناموسيه ديالي، قدام السرير ديالي، بيان سور فاش كانت صغيره. دونك في هاد لابارتي شنو شفنا؟ هاد لابارتي كلها شنو شفنا؟ شنو؟ علاش كتقول لا نوغيس ديالها عطيني يدك؟ علاش كتقول لها سخنيني بحال فاش كنت صغيره؟ دونك هنا الصوره اللي عندنا هنا ليماج دو لا نوريس، هاد ليماج ديال لا نوريس كي دايره، ولا شنو هي الصوره ديال اللي كتبان عليها لا نوريس هنا، ولا الصوره اللي كتعطيها لنا انتيغول على المربيه ديالها شنو هي؟ هي الصوره ديال واحد البطله اللي كانت قويه وكانت كتنقذها من السخانه وتنقذها من الكوشمار، من لي كوشمار، وكتنقدها من كاع داكشي اللي كيخوفها. داكور. دونك هنا في هاد لابارتي شنو كنشوفو؟ قلنا قبيله بلي انتيغونا بور، سي بور سا كي نو فو با مانجي، اي لا بيردو لابيتي دو مانجي، الخوف ديالها خلاها تفقد الشهيه ديال الطعام. والخوف ديالها شنو خلاها لايش محتاجه؟ سي باسكو لا بور كيل في سي دوموند ا سا نوريس، حيت خايفه كتطلب من النوريس ديالها تسخنها وتطلب من لا نوريس تعطيها يديها. دونك هنا انتيغون محتاجه لشنو؟ محتاجه لو ريكونفور، محتاجه لشنو؟ محتاجه انها المربيه ديالها تطمئنها، داكور، طمنها وتطلع لها المورال
وتعطيها شوية الجهد، تعطيها القوة. أنتيغون a besoin d'avoir la force de sa nourrice. Elle a besoin de se ressourcer. محتاجة إلا بغيتو تقولو تشارجا بديك القوة ديال لا نوريس ديالها. داكوغ؟ داكشي علاش كطلب منها تقول لها دير لها هاد المسائل، تسخنها وتعطيها يدها. مين كتقول لها نونو بلو فورت كو لا مور؟ دونك هي كتمنى، ال سوات كتمنى. وكان كانت هاد لا نوريس اللي نقذتها من السخانه ونقذتها من الكوشمار ونقذتها من دوك الوحوش ديال الليل ايتترا، تقدر تنقذها حتى من الموت. هاد الشيء غير في خاطرها هي كتمنى، سي جوست ان سوي. انتيغون شيرش ا اتر راسوري بار سا نوريس بور ريبروندر سي فورس. كتقلب انها تطمئنها لا نوريس ديالها باش ترجع القوه ديالها. Pour ça, elle revoit la petite fille qu'elle était. Pour ça, elle revoit la petite fille qu'elle était face à une nounou adulte héroïque et forte. Donc, باش تقوى، باش تاخذ الجهد، باش تشجع، باش تكون قويه. ها شنو كدير؟ كتستحضر هذيك البنيته الصغيره اللي كانت شحال هادي مع واحد لا نوريس ولا واحد المربيه كبيرة بطالة وقوية اللي كانت دائما كتنتصر وكتنقذها من المرض والكوابيس والوحوش اتسيتيرا. هنا encore une fois باش كنحسوا فاش كنشوفوا هاد الحالة ديال انتيغون، حنا عارفينها غادي تموت وكنحسوا بهاد الخوف ديالها، كنعرفوها بلي راها خايفة. دونك باش كنحسوا هنا؟ كنحسوا بالشفقه، بالحزن عليها، وكنشفقوا على حالها. هذا هو لو ريجستر ليتيرير باتيتيك. لو ريجستر ليتيرير باتيتيك كيكون عندنا كونط اون بيتيي دو كيلكان، فاش كنشفقوا على حال واحد الشخص. لو ريجستر باتيتيك، عقلوا على لو ريجستر ليتيرير. قلنا باللي عندنا لو ريجستر ليتيرير، وشنو عندنا؟ لو ريجستر ou là le niveau de langue. On a le niveau de langue, le niveau de langue maintenant familier, plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane nono, etc. La nourrice: qu'est-ce que tu as ma petite colombe? La melki: شنو عندك الحمامة ديالي الصغيرة؟ أونكوغ أون فوا كتقارنها بالحمامة، سي أون ميتافور. غيان نونو، قالت لها ما عندي حتى حاجة، جو سوي سولمون أونكوغ أن بو بوتيت بور تو سولا. قالت لها أنايا غير صغيرة على هاد الشي، صغيرة على هاد الشي. مازيل نيا كو توا كي دوا لسافواغ، بصح غير نتي اللي خصك تعرفيه، كيفاش صغيرة على هاد الشي؟ Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. C'est-à-dire, ma nqedch ala hada chi. Wach hiya tqdar tḥedda al-malik? Donc là, donc hiya sghira, baqi sghira bach tḥedda al-malik wta'sa al-amr dialo. Bssah, علاش il n'y a que sa nourrice qui doit le savoir? علاش? Lahqash hiya khassa tban qwiya qdam kulchi. W ila qalt lhom ana baqi sghira ala hada chi, ghadi tdaf. تضعف قدامهم، وهي ما باغياش تضعف في النظر ديالهم، هي باغيه تكون قويه. لا نوريس: ترو بوتيت بوركوا ما ميزونج؟ قالت لها صغيره بزاف على شنو؟ الطوير ديالي، هاد لا ميزونج هي القرقف. انكور اون فوا هنا كتقارنها بواحد الطوير، ميتافور. دونك لا نوريس هنا ما فهماتش. انتيغون لمحات بلي راها دارت شي حاجه اللي كثر من القوه ديالها، دارت شي حاجه اللي كبيره من السن ديالها. وليني لا نوريس وكان كانت شويه ذكيه غادي تفهم باللي راه انتيغون غادي دير لو ليان ما بين انتيغون وخوها، دونك وتفهم باللي راه دارت شي حاجه ما هياش. لا نوريس ان ريان كومبري. انتيغون: بور ريان نونو. اي بي تو اي لا، قالت لها و اون بلوس انت راكي هنا. جو تيان تا بون مان روغوز كي سوف دو تو. قالت لها انا شاده يدك، رغوز هي خشينه حرشه،
انا شاده يدك الحرشه اللي كتنقد من كل شيء. هنا شنو عندنا لا فيغور دو ستيل؟ شمن فيغور عندنا؟ جو تيان تان بون مان كي سوف. واش اليد هي اللي كتنقد؟ يد لا نوريس هي اللي كتنقد ولا لا نوريس هي اللي كتنقد؟ نرى لا نوريس هي اللي كتنقد، كتنقدها. دونك شنو درنا هنايا؟ عقلوا على لي فيغور دو ستيل، راه درنا واحد لا فيديو قبل على لي فيغور دو ستيل. شنو قلنا؟ قلنا فاش كيكون عندنا واحد الكلمه اللي هنا هي لا نوريس في الاصل، عوضناها بالجزء، جزء منها اللي هو اليد. شنو كتسمى هاد لا فيغور؟ كتسمى سينيكدوك. لا سينيكدوك هي واحد الحاله خاصه من لا ميتونيمي، كنعوضوا فيها الكل بالجزء ولا الجزء بالكل. هنا عوضنا لا نوريس بالجزء ديالها اللي هي اليد، سينيكدوك. Donc, je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout, toujours. Je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Qu'est-ce qu'il y a encore de me sauver? Donc, qu'est-ce qu'il y a de me elle, il y a la main. Ou la main, il y a les radis de me sauver? La nourrice, les radis de me sauver. Donc, la liette, j'ose me le couler, il y a la nourrice. Sinecdoc. Tu es si puissante, nono. Qu'est-ce qu'il y a? انتي قويه جدا نونو. دونك انتيغون نعاودو نقولوها، انتيغون سي بارفيتمون كو ديفيي سون نونك لوي كوترا لا في. انتيغون عارفه مزيان بلي انها فاش غادي تحدى الملك ولا بالتحدي ديالها للملك اللي هو كريون، ها غادي تخلي فيه حياتها، غادي تموت. دونك غادي تخلص هاد التحدي ديالها للملك بالحياه ديالها. Et dans son inconscient, c'est-à-dire داخل ديالها، في لا شعور ديالها، شنو كتمنى؟ كتمنى بلي لا نوريس والمربيه ديالها يمكن لها تنقدها كيف كانت كتنقدها شحال هذه من كانت صغيره، كتنقدها من الكوابيس وتنقدها من المرض وتنقدها من الوحوش ايتترا. انتيغون سو تروف بيتيت بور فير فاس او روا، كتلقى راسها صغيره باش تواجه الملك. مي ان نو بوف كونفيي سا فيبليس كا سا نوريس كي نو سيزي با لو ميساج. بصح ما تقدر تبوح بهذا الضعف ديالها غير لا نوريس ديالها، غير المربيه ديالها اللي ما فهمتش هذا الميساج، ما فهمتش شنو بغات تقول لها لا نوريس. لا نوريس كيسكو تو فو كو جو فاس ما تورتوريل؟ قالت لها شنو بغيتيني ندير لك ما تورتوريل؟ انكور اون فوا اليمامة، عاود واحد مقارنة واحدة اخرى بالعصافير ولا واحد تشبيه واحد اخر كديروا لا نوريس ما بين انتيغون وشي عصفور. دونك هنا ميتافور. الو شفنا شحال من مرة لا نوريس عيطات لانتيغون ولا نعتات انتيغون باسم عصفور. دونك شفنا بلوزيوغ ميتافور، سمحوا لي هنايا سي اون ميتافور كتقارنها بلا تورتوريل سان زوتي دو كومباريز. دونك هنا عندنا لو شان ليكسيكال، لو شان ليكسيكال دي زوازو. شان ليكسيكال دي زوازو، الحقل اللغوي ديال طيور. شنو شفنا؟ شفنا كولومب، شفنا ميزانج، شفنا تورتوريل، شفنا بيجون. الوغ فاش يقولوا لكم غولوفي لي مو كي ابارتيان او شان ليكسيكال دي زوازو، هادو هما الكلمات، استخرجوا الكلمات اللي كتنتمي للحقل اللغوي ديال الطيور، هادو اللي شفنا فهاد لابارتي. دونك هضرنا على انتيغون قبيله وقلنا بلي انتيغون الي كونسونت دو سا مور بروشين، كدرك تماما بلي راها غادي تموت قريب. ال سو سون فراجيل اي فابل و ال فو سو ريسورسي، باغيه تقوى، باغيه محتاجه المساعده ديال لا نوريس ديالها. فاش محتاجه المساعده ديال لا نوريس ديالها؟ محتاجاها انها تعطيها شويه القوه
داكشي علاش كتفكر لا نوريس مي كانت صغيره شنو كانت كدير معاها. ولا نوريس كي كتبان لنا في هذا لو باساج لا نوريس دون سيت ايشانج في فيغور دون مير بول. ها واحد الام اللي حاضنه لا مير بول. علاش لا بول؟ حيت كتحضن على البيض ديالها. واحد الام حاضنه تري اتونسوني سي تادير كت 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 تعطي واحد الاهتمام كبير ل ل لا نو لا بيتيت في ديالها لهذيك البنوته اللي رباتها اللي هي انتيغون اي مانيفيست ان اون غراند افيكسيون ا سون ايغار سي تادير كت كتبغيها بزاف كتعاملها بواحد اللطف والحب كبير. Elle la traite avec beaucoup de bienveillance. كتغرقها بالحنان. Beaucoup d'amour. بزاف ديال الحب. Alors, وكتستعمل بزاف ديال les surnoms affectueux كيما قلنا قبيله. Mon pigeon, ma petite colombe, ma mésange, ma mignonne. Et cède à tous ses caprices. C'est-à-dire, كتسلم النزوات ديالها كاع. Malheureusement, malheureusement, c'est-à-dire les sous, le had, malgré, la rarm, men had tafani dial la nourrice l'Antigone, la rarm tafani dial la had l'Amira, ma qadrtch tfak chafra dial dik l'hadar li kan tgoulha liha. Ma fahmetch chnou bghat tgoulha, ma fahmetch billi Antigone mhtaja lha, walinni علاش mhtaja lha, hit dart shi haja ma hiyash. وغادي تموت. Antigone, rien nono. Seulement ta main comme cela sur ma joue. قالت لها خلي غير يدك هكا على الخد ديالي. Elle reste un moment les yeux fermés. وبقات واحد شويه سد عينيها. Voilà, je n'ai plus peur. شفتوا فهاد الجمله؟ هاد الجمله كتلخص لنا كاع داكشي اللي قلناه من قبيله. فوالا جو ني بلو بور سا فو دير بوركوا انتيغون اتيل دوموندي ا سا نوريس دو لوي دوني سا مان. علاش طلبت منها تعطيها يدها؟ بوركوا اسكي لوي ا دوموندي دو لوي فير شو؟ علاش قالت لها سخنيني؟ علاش؟ باسكو لا بور. هي هي بيدها قالتها جو ني بلو بور لم اعد خائفه. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable. L'ogre ou le rôle. Le marchand de sable ou ba'a' raml. Ni de taoutaou qui passe et emmène les enfants. L'âme taoutaou. Taoutaou, c'est un homme. Le wesh qui nous a fait le roubé de la rissar. Qui passe et emmène les enfants. Li kaidouz ou yachd l'ouridat. Donc, nous avons ni. ني دونك هنا ملي كتكون عندنا واحد الكلمه معاوده في الاول ديال جوج جمل ولا بلوزيور شنو كنسميوها؟ كنسميوها انافور. ولاني لا فيغور دو ستيل لي سائده هنايا شنو هي؟ هي لي نيميراسيون تعداد. انتيغون فهاد لا بارتي كتعدد كاع الوحوش اللي كانت كتخاف منهم من كنت صغيره. دونك لو شون ليكسيكال اوسي دي مونستر. مناش كانت كتخاف انكور اون فوا شنو هما الوحوش؟ الغول لو ميشان توغر الغول الشرير. لو مارشان دو سابل بائع ولا تاجر الرمل حتى هو كانوا يخوفوا به الدراري. بوشكاره ني دو تاو تاو كي باس اون ميل لي زانفون. هاد تاو تاو اللي كيدوز وياخد الوليدات. Donc, énumération, le champ lexical des monstres. Elle continue d'un autre temps. Oussamarat, un silence encore, pardon. Sketch. Sketch, oui. Ou kemmelat, bouhd nagma wahda akhra. Nounou, tu sais, douce ma chienne. Gat la arfti ya nounou. Douce l'kelba diali. Donc, hna. كنشوفوا بلي انتيغون عندها واحد الكلبه وهاد الكلبه ديالها كي سميتها دوس هي لا شيان ديال انتيغون دوس
Alors, Naoudou, Antigone cherche à être rassurée par sa nourrice pour reprendre ses forces. L'hadra li mqbila wa hna nqoulouha. Ou li khsom taqlou aliha. Fhad lmashhad, ou fl juz' l'awwal min had lmashhad, chno waqa'? Antigone كانت بحاجة أنها المربية ديالها أنا راه غلط سمحوا لي أن تطمئنها المربية ديالها داكور محتاجة باش المربية ديالها تطمئنها تعطيها شوية من القوة ديالها ها باش تساعد جوستومون هي القوة ديالها لاستعادة قوتها ومن وعلى داك الشيء اللي كانت كتفكر في هذيك المربية ديالها الكبيرة البطلة والقوية اللي دايما كانت كتنتصر وتنقذها من المرض في مرحلة واحدة أخرى غادي نشوفو شنو غادي دير أنتيغون نونو تو سي دوش دوس ماشيان دونك هاد الشي غادي نحيدو من هنا ديجا قلناه نونو تو سي دوس ماشيان وي تو فا مو بروميتر كو تو لا غراندرا بلو جامي قلت لها عرفتي نونو الكلبة ديالي دوس قالت لها وي قالت لها غادي توعديني tu vas me promettre tu vas me promettre غادي توعديني que tu la gronderas اللي ما عمرك تعاودي تغوتي عليها جامي عمرك تغوتي عليها la nourrice une bête qui salit tout avec ses pattes ça ne devrait pas entrer dans les maisons قالت لها واحد الحيوان اللي كيوسخ كل شيء برجليه ما خصوش يدخل في الديور Antigone ميم سي ال ساليتو قالت له واخا توسخ كل شيء برومي نوريس واعديني نوريس لا نوريس الوغ il faudra que je la laisse tout abîmée sans rien dire قالت له واش خصني نخليها توسخ كل شيء وتفسد كل شيء بلا ما نهضر انتيغون وي نونو قالت لها وي لا نوريس ça serait un peu fort قالت لها هذا الشيء غادي يكون بزاف هذا الشيء انتيغون s'il te plaît نونو دونك انا كترغبها الا سوبلي سيل تو بلاي نونو عافاكي نونو tu l'aimes bien دوس avec sa bonne grosse tête قالت لها كتبغيها دوس الراس الكبير ديالها الزوين اي بوي او فون قالت لها اون بلوس او فون سيتادير في الداخل في الداخل ديالك tu aimes bien frotter aussi كيعجبك تفركي tu serais très malheureuse si tu pardon tu serais très malheureuse si tout restait propre toujours قالت لها غادي تكوني حزينة إلى كل شيء بقى دائما propre c'est-à-dire نقي alors je te le demande قالت لها كان دونك كنطلب منك ne la gronde pas ما تغوتيش عليها ما تأنبيهاش la nourrice et si elle pisse sur mes tapis ou la dart pipi على الطابي ديالي الزربيات ديالي نشوفوا لو ريجستر فاميلي Antigone Promets que tu la gronderas tout de même pas. قالت لها واخا هكاك برومي وعديني بلي ما غاديش تغوتي عليها. Je t'en prie. Je t'en prie, nounou. عافاك. عافاك, nounou. Donc, non, je t'en prie, je t'en prie. Répétition. La nourrice. Tu profites de ce que tu câlines. قالت لها كتنتهزي الفرصة حيت كتعنقيني. C'est bon, c'est bon. Safi, safi, قالت لها. Répétition. C'est bon, c'est bon. Mais on a répétition. On essuiera sans rien dire. Radin mishoub la main golo. Tu me fais tourner en bourrique. D'être là, que tu t'ordonnes pas le haut hoca. Antigone. Et puis, promets-moi aussi que tu lui parleras. D'être là, ou Zaidoun. Ou Adini, bli radit t'hadri ma'aha. Que tu lui parleras souvent. Radit t'hadri ma'aha. بزاف هنا عندنا ريبيتيسيون برومي موا كو تو لوي بارلورا كو تو لوي بارلورا ريبيتيسيون تكرار عقلو بلي لي فيغور دو ريبيتيسيون لي في ديالهم هو لانسيستانس علاش كتعاود بور انسيستي سور لو فات كو لا نوريس دو بارلي ا سا شيان انتيغون اوس لي زيبول هزت كتافها اتون فو سا Pardon, la nourrice hausse les épaules. A-t-on vu ça parler aux bêtes? واش عمرنا شفنا هادشي؟ نهضروا مع الحيوانات. Antigone. Et justement, pas comme une bête. وقالت لها justement, ماشي بحال حيوان. عندنا comme comparaison. Comme une vraie personne. C'est-à-dire تهضري معاها بحال
بنادم ديال بصح كوم تو مونتون فير بحال لا كتسمعيني كندير دونك كومباريزون لا نوريس اه سا نو ا مون اج فير ليديوت قالت لها نو في السن ديالي ندير نكون غبيه ولا ندير راسي غبيه مي بوركوا فو تو كو توت لا ميزون لوي بارل كوم توا ا سيت بيت قالت لها علاش بغيتي الدار كلها تهضر معاها كوم توا بحالك هاد الحيوان الوغ هنا شنو عندنا توت لا ميزون علاش بغيتي الدار كلها تهضر معاها هنا ملي كنقولوا الدار كلها شنو معنيتها توت لا ميزون سيتادير تو لي زابيتون دو لا ميزون كاع السكان ديال الدار دونك شنو درنا هنا عوضنا لا ميزون اللي هي الكل عوضنا الجزء اللي هما السكان بالكل اللي هي لا ميزون اونكور اون فوا سينك دوك عقلو سينك دوك كنعوضوا الجزء بالكل ولا الكل بالجزء لوي بارل كوم توا Encore une fois, comparaison. Alors, à cette bête, on a cette bête. Je n'ai pas de la figure de style. Je n'ai pas de cette bête. Cette bête, je connais pas de la bête. Il y a douce. Donc, il y a une bête. Douce, cette bête, c'est une périphrase. Périphrase. شنو هي لا بيريفراز هي فاش كنعوضوا واحد الكلمه ب ب باسلوب تعبير باردون بتعبير يعني نفس الشيء بيريفراز انتيغون دوسمون انتيغون غيب شويه 6 mois pour une raison ou pour une autre je ne pouvais plus lui parler قالت لها الا انا على واحد السبب ولا واحد اخر ما قدرتش نهضر معاها وشوفوا لي 3 بوينت سسبونسيون هنايا ثلاثه د النقط ديال الحذف قالت لها الا انا لواحد السبب ولا واحد اخر ما قدرتش نهضر معاها وما كملتش الوغ بوركوا انتيغون نو فا با بوفوار بارلي ا سا سور ا سا شيان علاش انتيغون ما غاديش تقدر تهضر مع كلب الكلبه ديالها ولا فوقاش فاش غادي تموت داكشي علاش ما كملتش دونك هنا عندنا لو روجيستر ليتيرير شنو هو باتيتيك كنشفقوا عليها حنا عارفينها غادي تموت وهنا شنو كدير كدير الوصيه ديالها سون تيستامون انتيغون في سون تيستامون كدير الوصيه ديالها غادي نشوفوها من بعد دونك هنا عندنا لو روجيستر باتيتيك علاش لحقاش انتيغون في الوزيون ا سا مور بروشين سو كي نو في دو لا بين اون ابيتي ديال انتيغون كتلمح الموت ديالها القريب وحنا كنشفقوا عليها دونك روجيستر ليتيرير باتيتيك لا نوريس كي نو كومبران با لا نوريس ما فهمتش بلو لوي بارلي بلو لوي بارلي بوركوا دونك هنا عندنا بلو لوي بارلي بلو لوي بارلي تكرار ريبيتيسيون قالت لها علاش انتيغون ديتورنا بو لا تيت اي بويز ايل اجوت انتيغون دورات شويه راسها وكملت لا فوا دور صوت قاصح دابا قصحت الصوت ديالها Et puis, si elle était trop triste, قالت لها وي كانت حزينة بزاف. Si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, قالت لها إلا كانت كتبان بحال كتسنى واخا هكا كتسنى. Le nez sous la porte, نيفها تحت من الباب. Comme lorsque je suis sortie, بحال فاش كنكون خرجت. Il vaudrait peut-être mieux la faire tuer. قالت لها من الأحسن تقتليها نونو. sans qu'elle ait mal تقتليها بلا ما تعذب ها دونك هنا انتيغون مين كتخرج ولا مين كيخرج شي حد الكلب ديالو كيبقى يشم تحت الباب علاش كيشم تحت الباب ولا علاش هي دايره لو ني سو لا بورت علاش باش تشوف واش راها جايه ولا لا دونك انتيغون دوموند ا سا نوريس كو سي ايل فوا كو سا شيان اي ترو تريست qu'elle a l'air, trop l'air d'attendre, le nez sous la porte, hein, de la tuer. Le chef ça triste ou qu'est-ce que là. Et je vois le thème. Le thème, le mot d'or, l'indnehna. Je vois le mot d'or, l'indnehna. La production écrite, je vois le mot d'or, l'indnehna. Comme thème, mais les thèmes, les kainin, les œuvres, oui, je vois le mot d'or, comme un sujet d'actualité. C'est-à-dire واحد الموضوع اللي كيكون جديد في الساحه
Le corona, par exemple. D'accord? Donc, on a le thème. Il y a de la partie. Tqtliha. Chnou bghat tqoul liha tqtliha? Wach Antigone ghadi la nourrice ghadi tched الكلبة ديال أنتيغون وغادي تقتلها؟ ما يمكنش. دونك كيفاش غادي دير؟ غادي تجيب شي طبيب ولا شي واحد اللي يقتلها. هذه كنسميوها لوتانازي، الموت الرحيم. لوتانازي، الموت الرحيم. alors est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie؟ واش متفقين ولا انتم مع ولا ضد لوتانازي، الموت الرحيم؟ واحد الشخص في العائلة ديالكم باغ اكزومبل عنده واحد المرض عضال كيعذبوه بزاف، واش انت مع ان الاطباء يابغيجيو يقصروا الحياة ديالو، يقصروا المعاناة ديالو، يقتلوه، ولا لا؟ دونك هنا كاين بزاف ديال لي زارغومون بوغ او كونتر لوتانازي. اولا حرام اتسيتيرا، لا نوريس، لا فيغ توي ما مينيون، فيغ توي تا شيان. Alors, on a maintenant répétition, la faire tuer ta chienne, c'est une répétition. Antigone, non, 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 aimant pareil, voilà aimant, laisse-nous nourrir, pardon. Faire tuer ta chienne, mais tu es folle ce matin, Gatlantira Kahemka, Had Swah. Antigone, non, non, non. Alors, aimant pareil, c'est-à-dire ja aimant, voilà aimant, Gatlaha wa ja aimant, laisse-nous nourrice, khlina nourrice, et n'oublie pas ce que tu m'as juré, Gatlaha, ou matnsej dakshi li hlifti li ali. La nourrice sort, donc la nourrice kharjet, ma'nita, ja aimant, la nourrice kharjet. La scène Jaya, qui est la scène numéro 6, je connais Radi Konenna, Radi Tkun, une scène entre Antigone et son fiancé qui est Emma. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Je connais Bli, had la scène entre Antigone et la nourrice, ou bien had la deuxième scène, mais bien Antigone et sa nourrice, hein, c'est une scène qu'on peut diviser en deux parties. Had la scène, il m'a dit, le jouz yel ajza. Le jouz l'ouel, je ne vois. Le jouz l'ouel, Antigone et la peur. Elle cherche à se ressourcer, elle cherche le réconfort de sa nourrice. كتقلب, elle cherche à puiser sa force. كتقلب باش تستنبط القوة ديالها من القوة ديال واحد لا نوريس. بطلة شجاعة اللي كانت كتنقدها في الصغر من المرض ومن الكوابيس اتسيتيرا. ده هو الجزء الأول. الجزء الثاني شنو هو؟ هو le testament d'Antigone, l'wasiya dial Antigone, wasiyat Antigone. L'wasiya. Alors, une fois ressourcé, c'est-à-dire men ba'd ma tchargat, men ba'd ma tchnat, il a bretou tgoulou, une fois ressourcé, une fois rechargé, Antigone consente de sa mort prochaine. Antigone li katdrak bli l'wafat dialha qareba, prend les dispositions qu'il faut avant son départ, c'est-à-dire katakhoud ga' tertibat li khassha tdirha قبل الرحيل ديالها، قبل الموت ديالها. Elle veut se rassurer sur le sort de douce sa chienne. بغات تطمن على شنو غادي يوقع للكلبه ديالها ولا المصير ديالها ديال الكلبه ديالها دوس. Elle fait promettre sa nourrice de prendre soin d'elle. Donc جعلت المربيه توعدها بلي غادي تهلا فيها، de ne pas la gronder même si elle rentre à la maison et salit tous tout. Et de lui parler comme à une vraie personne. Donc, elle a le morbide d'elle, tu vois, elle a dit qu'elle a fait, elle a tenu bien, elle a trouvé qu'elle a fait, elle a trouvé qu'elle a fait, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a fait comme à une vraie personne. Ou elle va même jusqu'à lui demander de l'exécuter si elle la voyait afficher de la tristesse en attendant l'arrivée de sa maîtresse. Elle a dit qu'elle a fait, elle a fait, ou elle a dit qu'elle a fait, elle 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 a fait, شافتها حزينة وهي كتستنى فاش كتستنى لا ميتريس ديالها المالكة ديالها. فوالا هاد الطلبات سي سوليسيتاسيون سون لي ديرنييغ فولونتي دانتيغون كيل دون ا لا نوريس سون كو سيت ديرنييغ نون كومبرين لو فيريتابل سونس. دونك هاد الطلبات هما اخر رغبات ديال انتيغون، اخر رغبات ديالها، ستادير هي الوصية ديالها.
اللي كتطلب كديرها المربية ديالها، كتعطيها المربية ديالها بلا هاد الأخيرة ما تفهم شنو بغات تقول، sans que cette dernière non comprenne le véritable sens. Donc encore une fois, je répète, le registre littéraire que nous avons ici, c'est le registre pathétique, et le registre de langue, c'est le registre familier. Voilà pour cette cinquième scène, qui est la scène qui a réuni Antigone et sa nourrice pour la deuxième fois. Donc, je vous laisse et je vous donne rendez-vous à une vidéo, une autre vidéo sur la scène numéro 6, qui est la scène entre Antigone et Aimant.